يبقى ذا كيو روت اوف راشنال نمبر. لاحظ هنا في العنوان ما قلناش بوزيتيف ولا ايه راشنال نمبر بصفه عامه. التعريف بتاعه قال لي ايه؟ ذا كيوب او ممكن احيانا نسميه كيوبيك. فكيوبيك روت اوف ا راشنال نمبر وليكن النمبر ده اسمه اكس. قال لي از ذا نمبر هوز كيوب از اكس. وهنربط له بهذا الرمز. كيو ده رمز كيوبيك روت ده حط هنا 3. خلاص من غير ال 3 زي كده كان اسمه سكوير روت. هنا بقى اسمه كيوبيك روت اوف اكس. طيب هنجيبها ازاي ونعرفها ازاي ونفهمها ازاي؟ صلى على مين جدع يقول لي 2 باور 3 ايكوال وات؟ اجيبها ازاي؟ كان تمام هي 2 تايمز 2 تايمز 2 يعني 2 تايمز نفسها كام مره؟ ايكوال كام؟ 8. وهنا لو عملت نيجاتيف 2 باور 3 نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 هتطلع الاصل كام؟ نيجاتيف 2. صلوبين على النبي. الايه دي جت ازاي؟ عملنا 2 باور ايه؟ عملنا هنا 2 عملناها تايم بنفسها كام مره؟ ثلاث مرات. فعشان كده ال 2 دي هنسميها ايه يا شباب؟ كيوبيك روت اوف 8. يبقى مره ثانيه كيوبيك روت اوف 8 الاصل هتبقى ايه؟ 2. اشمعنى 2؟ علشان 2 تايم بنفسها كام مره؟ ثلاث اداني كام؟ يبقى كيوب روت 8 مين؟ ال 2 او بطريقه اخرى الكيوب ال 2. يعني ايه كيوب ال 2؟ يعني 2 باور 3 زي ما هنكتب في العنوان كده. جوز كيوب از مين؟ از اكس. يبقى 2 لما نعملها كيوب او باور 3 هيدينا ايه؟ 8. هنا قلنا نيجاتيف 2 باور 3 ادانا كام؟ طب يبقى كيوبيك روت لنيجاتيف 8 يبقى نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2. هنا 3 باور 3 ايكوال وات؟ معناها ايه؟ 3 تايمز 3 تايمز كمان 3 يعني ايكوالز ايه؟ 27. يبقى 3 دي عباره عن ايه بقى؟ كيوبيك روت لمين؟ لل 27. يبقى كيوبيك روت اوف 27 بتتكتب بهذا الشكل او ممكن نسميها كيوب روت اوف 27. يبقى الاصل هتبقى كام؟ اشمعنى 3 مره ثانيه؟ علشان 3 لما نعملها باور 3 هيدينا ايه؟ 27. او 3 لما نعملها تايم بنفسها ثلاث مرات هيدينا ايه؟ 27. طب هنا نيجاتيف 3 باور 3 هتدينا ايه؟ نيجاتيف 27. لان اي نمبر نيجاتيف لما اعمله تايم لنفسه ثلاث مرات لازم يطلع نمبر نيجاتيف. او اي نمبر نيجاتيف لو كان الباور بتاعه اود يبقى الانسر نيجاتيف. يبقى نيجاتيف 27. من هنا نقدر نقول ان كيوبيك روت لل نيجاتيف 27 كيوبيك روت اوف نيجاتيف 27 ايكوال وات؟ نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 3. طيب هنا 4 باور 3 ايكوال كان 64 من هي 4 تايمز 4 تايمز 4 يبقى 64. من هنا يبقى كيوبيك روت ل 64 ايكوال وات؟ اشمعنى 4؟ علشان 4 لما عملت تايمز نفسها كام مره يا عم فريد؟ 3 تايمز ثلاث مرات او 4 باور 3. طب نيجاتيف 4 باور 3 هتطلع نيجاتيف كام؟ 64 زي ده بس نيجاتيف. يبقى معنى ذلك ان كيوبيك روت لنيجاتيف 64 ايكوال ها نيجاتيف 4. طب حد لاحظ حاجه؟ حد لاحظ حاجه؟ لو النمبر بوزيتيف الكيوبيك روت بتاعه بوزيتيف. طب لو النمبر نيجاتيف الكيوبيك روت بتاعه نيجاتيف. يبقى معنى ذلك ايه؟ ان اي نمبر له ايه؟ الكيوبيك روت واحد يا بوزيتيف زي النمبر الاصلي. اذا كان النمبر الاصلي بوزيتيف يبقى الكيوب روت بتاعه بوزيتيف. لو النمبر نيجاتيف يبقى الكيوب روت بتاعه ايه؟ نيجاتيف زيه. طب مين يخمن كده يقول لي؟ الكيوب روت اوف زيرو زيرو. طب الكيوب روت اوف 1 1 تمام. الكيوب روت اه نوتس الكيوبيك روت اوف زيرو ايكوال سكو
اسمه ايه الروت اوف زيرو بالمناسبه كده ايكوالز كيوبيك روت اوف بوزيتيف 1 ايكوال سكوير روت اوف بوزيتيف 1 ايكوال 1 صح؟ طب كيوبيك روت اوف نيجاتيف 1 يبقى برضه نيجاتيف 1 عشان نيجاتيف 1 طيب نفسها ثلاث مرات هيدينا ايه؟ نيجاتيف 1 خلاص لحظه ما كتبش ايكوال سكوير روت ما تنفعش تمام؟ طب لو محمد رجب عنده نمبر زي كده كيوبيك روت مثلا ل 8 اوفر 27 يجيب الكيوبيك روت ازاي في الحاله دي على الفريق لو انت عندك راشونال نمبر فراكشن اهو يبقى بجيب الكيوبيك روت ازاي؟ هجيب الكيوبيك روت اللي بموريته لوحده وايه كمان وديفيجن يعني تطلع لي هنا ال 8 الكيوبيك روت بتاعها هيبقى 2 ال 27 يبقى الكيوبيك بتاعها ايه؟ يبقى الانسر 2 اوفر 3 طب لو عندي كيوبيك روت يا كابتن فريد ل 27 اوفر 64 هتطلع كام؟ 3 اوفر 4 لو عندنا كيوبيك روت ل نيجاتيف 3 اند 3 اوفر 8 يبقى الاول نظبطها نحولها الى الراشونال نمبر ما اعرفش احنا كده بايدي انا الحاسب كنت بتعمله انما ايدي لا ده نمبر ايه؟ هسيب النجم خلاص ونحول ده الى راشونال نمبر ازاي؟ كان 8 بنسيبها برضه ونعمل 3 تايمز 8 24 بلس 3 اوفر 26 يبقى كده كيوبيك روت لنيجاتيف 27 اوفر 8 ها تطلع كام؟ بس كده ها ال 27 نجيب لها الكيوبيك روت الاول بكام؟ ب 3 طب وال 8؟ ب 2 يبقى خلاص هتبقى نيجاتيف 3 اوفر كام يا شباب؟ اوفر 2 جاب لك مثلا سؤال قال لك الكيوبيك روت ل 0.125 ديسيمال اهو ازاي اجيب الكيوبيك روت بتاعه؟ يبقى نخليها على شكل راشونال ايه؟ نمبر بايدي من انا حاسبه براحتي. اوفر كام؟ 1000 تبقى 125 اوفر 1 ايه؟ 1000 طبعا لو كنت بتاع انا حاسب مش هتطلع كده هتطلع في ستيب ليست ايه؟ فوق. طب ينفع اجيب الكيوبيك روت لهذا النمبر؟ ينفع. ال 125 الكيوبيك روت بتاعه 5 طب ال 1000 10 هتطلع 5 اوفر بس السمبل ستوب يبقى كام؟ لا ديفايد باي 5 يا شيخ صح 5 و 10 ديفايد باي 5 يبقى ايه؟ قلت ايه؟ 1 اوفر 2 1 اوفر ايه؟ 1 اوفر 2 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 2 تمام؟ ممكن تكتب على شكل ديسيمال 0.85 طب محمد رجب دماغه شغال طب لو عندي نمبر كبير شويه زي ازاي اجيب الكيوب كود بتاعه؟ انا مش حافظ التيبل خلاص هقعد بقى ادور ايه هو النمبر اللي عامله تايمز نفسه ثلاث مرات عشان يديني هذا النمبر ممكن ادرب 1 باور 3 2 باور 3 لحد ما اوصل النمبر ده طب مفيش طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه في طريقه اسمها الفاكتورايزيشن اسمها ايه؟ الفاكتورايزيشن تمام؟ تعال كده نشوف الفاكتورايزيشن ده هنقدر نجيب بيه على محمد الروت ده ازاي؟ نصلي على النبي كده هننزل تحت بقى شويه كيوبيك روت ل 260 هتدفع التفاعل 6 بس جت 6 ازاي؟ لو انا ما بقتش انا حاسبه وحبيت احسبها كده هنعمل ايه يا شباب؟ هنعمل فاكتورايزيشن فاكرين؟ ال 260 لما بنعمل فاكتورايزيشن ده كده كنا بنعمل ديفايد باي اي حاجه؟ لا لازم نكتب هي يبقى مين؟ برايم نمبر لازم يبقى مين؟ برايم نمبر عشان تظبط معاك السؤال طب مين هو البرايم نمبر يا فريد فكرني كده كان انا نسيته ايوه 2 4 غلط 2 3 5 7 11 13 17 19 اند سو اون خلاص البرايم نمبر خلاص او البرايم نمبرز كل واحد من دول كنا بنقول انه له تو فاكتورز بس هو عباره عن ملتبلاي تو نمبرز بس ال1 والنمبر ايه؟ نفسه
عشان كده اسمه برايم ايه؟ نمبر. لما اجي اعمل بقى ديفاين لازم اشتغل عنده. طب 216 اعملها ديفاين باي ده تنفع للدين. النمبر ده ايه؟ ايفن 6 وبتنفع باي 2 وتنفع باي 3 ليه يا عم فريد؟ ديفيزبل باي 3 عشان لو جمعنا 2 بس 1 بس 6 هتبقى 9 وال 9 ديفيزبل باي 3 يبقى ينفع خلاص. فاللي يعني بقى اعمل عليه ديفايد 2 ماشي 3 ماشي مش محتاج. لو سمعنا كلام شلال وعملنا ديفايد باي 3 هنيجي نعمل 2 ديفايد باي 3 مش هتنفع. نقول ناخد 21 دول 21 ديفايد باي 3 ايكوال 6. طب 6 ديفايد باي 3 ايكوال 2 يبقى 72. طب النمبر ده عملت ديفايد باي 2 ولا باي 3؟ اللي يعجبك. لو عملتها ديفايد باي 2 اسهل باي 3 برضه ماشي اهو. طب 7 ديفايد باي 3 ايكوال 2 اند ريميندر 1 خلاص. ريميندر ال 1 ده جايب لك 10 مع 2 يبقى 12. 12 ديفايد باي 3 يبقى 4 يبقى 24. ديفايد باي 3 مره ثانيه ايكوال 8. طب ال 8 بقى ديفايد باي 2 ايكوال 4 ديفايد باي 2 يبقى 2 باي 2 يبقى ايه؟ لازم ينتهي ب 1%. طب ازاي بقى اجيب الكيوبيك روت بقى في الحاله زي دي؟ اعمل ايه؟ كل 3 فاكتور كل ايه؟ كل ايه؟ 3 فاكتور لو 3 نمبرز ناخد منهم واحد يبقى دول كام 3؟ 1 2 ايه؟ هناخد واحد. ودول كام 2؟ ناخد واحد. ونعمل ايه في دول؟ تايمز 3 تايمز ايه؟ 2 يبقى ايكوال ايه؟ ايكوال 6. 3 تايمز 2 ايكوال كام؟ ايكوال 6. يعني هتاخد وقت كتير احنا معانا ناس هتعمل كل ده مش بنقول لك اعملوا ايه؟ ها بايدك يا عم. ماشي الكلام يا كابتن محمد؟ طب لو انا عندي كيوبيك روت عندي ايه؟ كيوبيك روت ليه مثلا 0 بايت 3 4 3 نمبر زي ده اعمل ايه؟ هنحولها ريفراكشن بعدين يبقى هنعملها بنفس الطريقه اللي قلناها هنا هنحولها ريفراكشن نطلع صفر نطلع صفر الكيوبيك روت 3 4 3 اوفر 1 ايه؟ 1 7 ال 1 7 ده خلاص عرفناها في ايه؟ في 10. طب 343 هتدينا ايه؟ هتدينا فعلا 7 خلاص. ممكن لو انت قدرت تحفظ ما معكش ولا حاسبه لو قدرت تحفظ ده عندي 10 بس 1 باور 3 ايكوال 1 2 باور 3 ايكوال 8 3 باور 3 27 4 باور 3 64 5 باور 3 125 6 باور 3 216 7 باور 3 ايكوال نمبر اللي قلناه 3 143. طب 8 باور 3 9 باور 3 و 10 باور 3 10 باور 3 قلناها 1000 9 باور 3 هي 81 تايمز 9 عندنا 7 7 2 9 مظبوط. طب 8 باور 3 64 تايمز كمان 8 4 تايمز 8 32 يبقى 512 يبقى كده مظبوط. لو قدرت تحفظ دول خير وبركه، ما قدرتش يبقى عندك ايه؟ الاله الحاسبه معاك هتكتب لك الكيوبيك. طب لو عندك كيوبيك روت ل 1 بلس 124 اعمل ايه هنا عشان اجيب الكيوبيك روت للحاجه اللي جوه؟ نعمل ايه في اللي جوه؟ نعملهم بلس تمام؟ لما نعمل دول بلس زي ما اتفقنا هيدينا 124 اللي هيدينا ايه في النهايه؟ طب ايه رايك بقى حته كده جميله خالص؟ لو انت عندك كيوبيك روت لايه باور 3؟ ايه؟ ماشي ركز كده في فيها رموز بعد فيها سيمبلز ايه باور كام؟ 3 تدينا كام يا شباب؟ هتدينا ايه؟ تمام. طب لو عندي كيوبيك روت لايه؟ بس باور 6 اوفر بي باور 9 الايه باور 6 ماشي ايه باور 2 صح فعلا ايه باور 6 الكيوبيك بتاع ايه باور 2
البي باور 9 اطلع بي باور 3. انا عارف بقى تلاحظ حاجه لاحظ كده حاجه ايه باور 6 الكيوبيك روت بتاعها طلع كام؟ ايه باور 2. ايه اللي حصل يا ولد؟ ايه اللي حصل في 6 و 3 اللي عملنا فيهم ايه؟ تاني نقول هنا تاني ايه باور 3 الكيوب روت بتاعها طلع كام؟ ايه؟ ليه ايه؟ اشمعنى ايه؟ عشان ايه؟ طيب نفسها كام مره؟ ثلاث مرات ادانا مين؟ ايه باور 3. طب انا عايز حاجه طيب نفسها ثلاث مرات تديني ايه باور 6 هتطلع مين؟ ايه باور كام؟ 2 لما احنا ايه باور 2 تايمز ايه باور 2 تايمز كمان ايه باور 2 يدينا كام؟ ايه باور؟ ايه باور 6 ايوه ايه باور 6 شوف كده الايه باور 6 الكيوب بتاعها كام؟ ايه باور 2. طب لو عملت ايه باور 3 تايمز ايه باور 3 تايمز ايه باور 3 ايكوال ايه باور مين؟ يبقى الايه باور 9 الكيوب بتاعها ايه؟ ايه باور 3 يا كابتن احمد صح الله يرضى عليك. يبقى تاني يا شباب بنقول الكيوبيك روت في حاله الرموز او لو نمبرز في باور فوق منها دي ايه باور كام؟ عايز اعمل لها كيوبيك ايه؟ روت. الاصل طلعت ايه باور كام؟ ايه العلاقه بين ال 6 وال 3؟ عملنا فيهم ايه عشان يدينا 2؟ دي 5 هنا بي باور 9 الكيوبيك روت بتاعها طلع ايه يا كابتن فريد؟ بيبقى عملت ايه؟ يبقى هنسيب البي ونعمل ديفايد بالايه ولا للباور. يبقى لو انت عندك اي سيمبل عند كيوبيك روت مثلا ب 27 اي باور 12 اوفر مثلا 64 بي باور 15 سي باور 18 تخيل اي حد لو شاف المنظر ده هيخاف مني. لا ما تخافش، المهم تكون فاهم اعمل كيوبيك روت ازاي. ال 27 اولا الكيوبيك روت بتاعها كام؟ 3. طب الاي باور 12 هنسيب الاي ونعمل باور يا فريد ديفايد باي 3 يا احمد هتعملها يا احمد 12 ديفايد باي 3 يبقى 4 اوفر ال 64 الكيوبيك روت بتاعها قلنا 4 البي باور 9 او البي سوري باور 15 يبقى البي باور 5 جت 5 منين يا فريد؟ هنعمل 15 ديفايد 3 سي باور 18 يبقى سي باور 8 يبقى سي باور 6. يبقى عشان اقدر احسب الكيوبيك روت هعمل هذا الايه؟ الكالكوليتر.